طبعا دي كلها كانت خشبة بايظة يا جماعة. شايفين المسمار طالع منين؟ خوابيبه 10 سنتي نافذة من خشب وبوظه وتفسخه من بعضه. واللي كان قبل كده طبعا معجن عادي فيستك على وضعه. لكن احنا طبعا هنشتغل وهنتكلف، ما ينفعش ان احنا نشتغل على وسختها كده وعلى على القرف اللي فيها ده. فانا طبعا شلت دي كلها اهيت، ومش هستنى النجار يجي يعملها، لان النجار مش هيعرف يعملها له ولا هيجيله صبر. لسه احنا هنحط بقى ديت، هحط ديت كده وهسقطها وهوريها لكم حالا بعد ما تركب. الحمد لله احنا بنشتغل في اي حاجة، يعني مفيش حاجة بتقف قدامنا كده. انا قصتها ديت على قد الخشبة ماشي، ودي هتتحط كده مكانها. طبعا لسه هنضف الاول اللي فوق ده، برضه مكان بيز كان متمعجن اهوت، معجون جاهز. طبعا ما ينفعش هنشيل مكان البيز ده نحط له حتة خشبة تانية برضه. كده نضفتها يا جماعة، وان شاء الله ايه بقت المسامير اهيت وكمل. الحاجات دي على فكرة مش محتاجة نجار، الحاجات دي محتاجة دماغ ويكون عندك ضمير، مش محتاجة نجار. طبعا بتقفل بقى كده الاول، ظبطناها اهوت، ومن فوق لسه هنظبطها كمان. طبعا ممكن حد فيكم يقول لي ايه الخوابيب دي كلها، عشان خاطر ان احنا الخشبه اللي انا جايبها اصلا مش مظبوطه، وبرضه لازم هتلاقي فيها تقويسه. فانت بتظبط على قد الباب عشان ما تخليش فيه اي حاجه، بحيث ان احنا لما ننضف ما يبانش ان في اي حاجه اتحطت هنا. تمام، زي ما احنا شايفين كده بيتخدم على الباب فوق وتحت، وبعدين نثبت، وبعد كده نشيل كل الخوابيب ديت كده. طبعا بعد ما ثبتناها اهيت، بعد كده هنشيل الزيادات اللي هي ديت. طبعا انا بمشي نفس بقى الامكانيات، المهم ان احنا الحمد لله بنشتغل وبنتعامل في كل حاجة. فطبعا اللي بيشوف الفينش ما بيشوفش البلاوة اللي احنا بنشوفها من قبل ما بنشتغل. الحمد لله الحاجة بتجيلنا زي الحلاوة، وبتطلع برضه زي الحلاوة بإذن الله. مش شغلنا بس، الحمد لله نقدر نتعامل مع أي حاجة يعني. طبعا ديت هنحطها بقى كده، بس هنغيرها الاول وكده يا جماعه. خلاص جبت اهيت، بعد كده بقى ايه هتتمعجن وننضف بقى البلاوي دي كلها. وديت طبعا بعد ما مسحناها اهيت، تمام بتاعك تمسح بالصاروخ. طبعا الحته اللي في النص دي بتبقى واطيه، يعني الصاروخ طايل هنا وهنا، وديت واطيه، لان هتلاقي الحلق لافف كده قاوس ماشي. المهم ان ديت بقت بسوى ديت خلاص كده، لما تتمعجن تبقى كلها حتة خشبة واحدة زي كده مثلا اهو. شايفين كده الخشبة كلها واحد، اما الحتة اللي في النص ديت بتبقى قاطية. تمام اهي، اهم حاجه تغيرها كويس تظبطها. بعد كده بقى ايه
اي حاجه تانية سهله اللي في النص ده لما ياخد معجون مفيش منه اي مشكله. اهم حاجه ان الحرف يكون جامد علشان باب بيقفل هنا. اهم حاجه ده يكون متين. اما اللي هنا ده بقى لما يتمعجن خلاص مفيش منه اي مشكله. تمام. وهنا الخط اهوت ده القديم، نطبعه بقى مع اللي فوق يبقى كله يبان ان هو حته واحده. اظن كده يا جماعه المنظر بقى احسن، ولسه ان شاء الله لما تتمعجن وتندهن ولا هيبان اي حاجه من الكلام ده كله خالص. رضيت هنحطها كده، دخلها شحط، دي ما دخلش مساويه، ونطبعها عليها ان شاء الله. دي برضو كانت حته فايه كده. بعد ما ركبت يا جماعه اتصرخت اهيت بالصبع بقى. والله احنا بنلم النجارين كتير جدا، احنا بس سايبينهم ياكلوا عيش يعني. لكن طبعا في حاجات لازم النجار يعملها، بس طبعا في ناس بتكبر دماغها وفي حاجات تتملي بالمعجون وفي حاجات ما تتمليش. يعني في حاجات ما ينفعش انها تتعب بالمعجون زي ما اللي احنا شفناه ده كده. من الجنب اهوت بقت كلها صوابع. بعد كده هنعمل شوية بطانة. ماشي، ده مش شاي، دي بطانة حصى جوز بني ومية، اي لون يعني ايا. على ده بحس ان هي تبقى كلها حتة واحدة، ولما نيجي نصبغ ما تزهقناش. تعملها بقى بسفنجة بفرشة اي حاجة. بعدين حتة قماشة نمسح تاني عشان اي صبغة زيادة كده. طبعا بدأت تتخوى مع بعضها، وبعدين لسه بقى المعجون والكلام ده هيظبط الدنيا. برضه هنا بعد كده بقى يا جماعة طيبنا. ماشي، طيبنا في الأرض. على فكرة مش أنا اللي بأسس المجرة ده يا جماعة، اللي كان مؤسسها واحد تاني الله يمسيه بالخير. لكن انتوا عارفين طبعا ان انا ما عملتش الشغل الجميل ده عمري، والله ولا واحد من اللي شغالين معايا ما اعرفش ان انا اعمل الشغل الجميل ده. ده شغلنا بقى اللي انتوا لسه هتشوفوه ده، اللي هو اللي احنا عملناه معاكم دلوقتي. ماشي، طبعا ده عشان منعص الجدران السوبر لوكس، هي حاجة أنا بصراحة جميلة جدا. ماشي، خليكم فاكرين الحتة دي كويس إن شاء الله ربنا سهل وكلنا في العمر بقية تشوفوا المنظر في الآخر فعلا في نتيجة ولا مفيش. بقت حاجة محترمة وينفع نشتغل نجارين ولا انتوا ايه ظروفكم ولا ما ينفعش؟ طبعا احنا قلنا التتيب عشان خاطر السيراميك ما يبصي ما مبوصي حوالين الشغل، تعرف تحبك عليه براحتك، تقدر انت تخدم الحتت الخشب براحتك، ده كله لازم يتسد. مكملين معاكم ان شاء الله. طبعا كده بقى يا جماعه بعد ما ادينا الصلاه
شايفين اهوت همعجن زي الحل اللي وريته لكم كده. ماشي، بدأ طبعا الشغل اللي كان باهت واللي واخد معجون ومش واخد صلة بدأ يظهر. هو طبعا القرف والكلام اللي انتوا شايفينه ده، ده من اللي قبل كان مؤسس قبل كده، فاحنا ان شاء الله هنظبط القرف ده كله والدنيا دي كلها. شايفين بان بقى الوسخة والصبغة اللي فيها اسود وفيها حاجات غريبة، لكن ان شاء الله بإذن الله بإذن الله هيتفرجوا على الكلام ده هتلاقوا حاجة تانية ان شاء الله بعد ما نخلص. دي الحتات اللي احنا عالجناها بعد ما خدت صلة اهيت ان شاء الله. ايه بعد ما نخلصها هتشوفوها بإذنك يا رب، بإذنك يا رب مش هيبان فيها أي حاجة. طبعا لسه ده أول وش، بعد كده ايه هنكمل بقى المعجون بتاعنا ونشوف كده. يا جماعة بعد ما خدت المعجونة اهيت ان شاء الله لسه هتصنفى تتظبط تاني. كده بدأنا نقول ان هي مثلا بقت ممكن نقول مثلا 80%، ان شاء الله انا مش هسيبها لما اخليها 100% بإذن الله بفضل الله. يعني يا رب الفيديو ده يعجبكم، هو حاجة بسيطة جدا، يمكن فيديو فريد من نوعه، ودي كانت يعني عملية جراحية الحتة بايظة خالص في الخشب، بس يعني اهو بنتسلى وياكم. تمام، طبعا اللي فاكر شكلها في اول الفيديو هيعرف هي كان شكلها عامله ازاي. نخلينا مع بعض ان شاء الله ايه نشوف في الاخر النتيجه هتطلع ايه. طبعا احنا كده معجننا ماشي زي ما احنا شايفين، بنقفل تحت على البلاوي ديت. تمام اهوت بتسحب كله. في هنا الحتة اللي كانت اللي انتوا فاكرينها برضو، خليكم فاكرينها. طبعا يا جماعة كده بعد ما ادينا الصلاة معجننا قفلنا على الباب بتاعنا من ورا من ناحية السيراميك ومن ناحية الجدران. دلوقتي ان شاء الله هنخش على مرحلة الصبغة زي ما احنا شايفين اهوت. حد فاكر ان كان في حاجة هنا؟ حد فاكر كان في ايه من دقيقتين كده؟ لا لا لسه 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 لما نخلص ان شاء الله، لسه لما نخلص ان شاء الله نشوف كان في حاجة هنا ولا ما كانش فيه بإذن الله. وكده يا جماعة اديت الصبغة، فاضل ان شاء الله الوش الاخراني اللي هو الورنيش. حد فاكر الحتة اللي كانت هنا؟ فاكرينها ولا انتوا بتقولوا فاكرينها وخلاص؟ يعني سمعونا يا جدعان، يعني لو حد لسه فاكرها يا ريت يقول الله ينور. ما تستخسرش فينا كلمة حلوة، يعني الكلمة الحلوة هي اللي بتشجعنا. اهي شايفين؟ الحمد لله احنا نعرف نشتغل في اي حاجة. النجارة ديت شغلانة فن وإبداع ودماغ. هركب لكم الباب دلوقتي إن شاء الله بعد ما أدي الوش الأخراني ونشوف. والله هو ده الباب اللي أنا عملت فيه الشغل اللي أنتوا شفتوه، هو ده اللي كان فيه العملية الجراحية اللي إحنا قلنا عليها، وهوريها لكم حالا بعد ما نركب الباب إن شاء الله وأخلص الفينش بتاعه. أهم حاجة انا قلت لكم الاول خليكم فاكرين الحته دي، دي صوره قريبه جدا لكن هي من بعيد كده، لكن طبعا فلاش التليفون وكده بيفرق. اشغل انت كده طلعت، انت كده بتصور تصورش لحظه. ديت يا جماعه الحته اللي احنا كنا شغالين فيها ديت
حد فاكرها ولا لا؟ ثواني كده. عايز اقفل. صراحة لو حاجة زي الفل، ولكن إن في أي حاجة حصلت. يعني ينفع نتجوزني أنا عم علي؟ لا تسلم، الله ينور عليك. الله يخليك عم علي. شايف الصفة؟ حظ كل واحد. خش جوه. كان فينا بقى البز المكسور اللي هو الأولاني، فاكرينه ولا نسيتوه؟ تعال انت كده نحلس ارفع فوق اللي هو كان هنا. فاكرين البز اللي كان هنا؟ طبعا بقى فيه ايه حاجات دي غصب عننا، لان الخشب من البدايه مش احنا اللي مؤسسينه، بس احنا ظبطنا على قد ما نقدر الحمد لله، ايه بنسبه كبيره جدا جدا، يعني نجدنا ما يمكن انقاذه. وادي البابا اهوت، وادي الباب التاني اهوت. فاكرين الحته اللي كانت هنا؟ خلاص ما عادش لها اي اصل. ولا كده طبعا احنا مش مغمقين، اللون فاتح اهي، ولا في اي حاجه. ولا كده كفايه. نمسك كده عم علي. نشيل بقى التبع عم علي نص الشريط. طبعا يا جماعه في حاجه هناخد بالنا منها دلوقتي، هتلاقي في حته بتطلع معانا في اللزق، وده يدل على ان التشريط ضعيف او ان في حاجه غلط في التاسيس. الحمد لله بفضل الله، يعني مش مشخره ولا حاجه. هنوريكم فوق اللزق اللي بقى له اكتر من 20 30 يوم، هنشده ونشوف هيطلع منه حاجه ولا لا. انا لسه بشد معاك، انا بس انا متوقع يعني احنا بنكمل لسه لحد حالا ماشيين كويس. ماشي شايف عم عارف هنا ديت باينة؟ لا سيبك من دي بقى، التقيل جاي ورا. التقيل بقى هنا بقى يا جماعة، لأن طبعا ديت عشان ما تبطنتش واندهنت تشطب على طول هتطلع معانا حتة واحدة. دي طبعا غصب عننا. يا سوادي الحلال أهي. دي طبعا غصب عننا. ده لأن التأسيس بتاع الحيطة ضعيف. انت بتاع المعبود. نفس الوضع. ناخد الحته دي بقى من تحت عشان تبين، بس اللي باينه شايفينها يا جدعان الجمال. طبعا يا جماعه زي ما انا قلت لكم محدش يقول ايه ان ده شغل، الحمد لله ده مش شغلنا وشغلنا. هوريه لكم لازم فيه عامل ازاي. أنا زهقت.
ده جلابيه طالع. طبعا احنا كده بقى خلصنا، هنشيل ايه اللي في الصواني. عند الحتت اللي هي ايه البطاطا بتاعتها معايا، فمعلش بقى انا بقول لصاحب البيت معلش، دي غصب عننا مش بمزاجنا ومش غلطنا احنا، لازم تلاقي في ايه اي حاجه كده. انما احنا طيبين ولازقين ومظبطين الدنيا. بس بس زي الحديد. وحتى يا جماعه لو ماسك بيطلع بالميه عادي. طبعا احنا بنشوف ديت عشان نطلع على طبقه معجون ودهان، فبنفصلها عن اللزق. حته فنيه الحته دي عشان لما تيجي تشيل اللزق تسلم يطلع معاك حته واحده. تسلم. زي ما احنا شايفين هو طلع حتة واحدة. ماشي ماشي خليك بس معايا. ماشي يا جماعة كده طلع ايه؟ اللزق حتة واحدة. انما لو جيت تشيل من غير ما تشد المشرط مش هيطلع معاك مظبوط.
طبعا الحته دي كانها واخده بسطه واخده اللازق الكسر. السيراميك ومدهونه وما فيهاش الهواء فوق وتحت وفي اللي هنا وفي كل حته. تمام تمام. ولا الحته اللي كانت اتكلمنا عليها فاكرينها يا جماعه ولا نسيتوها؟ هي الحمد لله زي الفل اهيت. ودي كانت اصعب عمليه جراحيه بنعملها في الخشب. ايش عملت؟ بس خلاص. وده باب الشقة يا جماعة. الحمد لله برضه خلص. واخد حاجة وحاجة كده خلص أحلى. ما نلمش بقى يا معلم عشان ما بيسحش. اتفضلوا يا جهاز يا جماعة. كده السيراميك بتاعنا اهوت نظيف الحمد لله ما فيهوش اي حاجه. مع حته اهيت ملزقه بقى لها ايه؟ بقى لنا قد ايه؟ شهر؟ يا عم اصبر. دي ملزقه بقى لها قد ايه؟ لا هشح حته بس. لا يا عم سيب انا خلاص مش اهيت يا جماعه. الحمد لله اهيت حديد ولو قعدت سنه على كده مفيش منها اي مشكله. انا عايز افكه كله ان شاء الله وانا برضه بفكها هوريه لكم. بس هما الرجاله بيقولوا احنا لسه هنكمل وش فنفكه في الاخر. انا بس بوري لكم ايه ان ادي اللي اتشالت اهيت ما فيهاش الهوا طالما التاسيس نظيف. طبعا الرجاله اهيت لسه بتسحق في الشغل. الله ينور يا عم علي. تحب تقول ايه للجمهور؟ اقول للجمهور كل سنه وانتم طيبين وربنا يعديها على خير ونخلص موضوع كورونا ده على خير. يا حوده تحب تقول ايه للجمهور؟ ماشي. محمود بينكسف يا جماعه بيتحرق. الله ينور يا عم علي. طبعا شغل الدكو يا جماعه زي ما انتم عارفين وقلنا قبل كده انه بيحتاج تاسيس جامد وتاسيس نظيف. فاحنا كده بقى بنسحقه اهوت. دي الساحه اللي قبل الوش الاخير ان شاء الله. اللي في ايدك دي صنفره كام يا عم علي؟ 22. الله يبارك لك. الله ينور يا حود. ده الشغل اللي اتصحى اهوت يا جدعان. يا حود مش عارف حود مالها قرفان كده ليه؟ صايم بقى. الله ينور يا معلم. ايه البويه بتطلع معاك ولا حاجه؟ اه لازم ده بقى نزل من شهر تقريبا. اه والله تقريبا حديد حديد ولا الهوا لازم يتقطع لكن الحيطه ما يطلع ما يحصلهاش اي حاجه باذن الله. يعني الحمد لله يا جماعه اخيرا اخيرا شلنا الجرايد. كل ما الواحد يخش يشوفها يكتئب. اي كده خلى الحيطه تنور يا راجل. ولسه على اه والله الحيطه دي يا جماعه اشتكت مننا.
بوليستر على سيلر على سفغة على دوكو على فيلر، شلت كتير بصراحة. طبعا اللي فوق في السقف ده غبرة بسيطة، دي مش بوهية، دي عفرة لو اتعملت كده بالمقشة او بالمكنسة بتطلع على طول. الحمد لله كده هو ده مكان الرش اللي خلصنا بيه الشغل كله. كده يا جماعة احنا بنقول للنجارة وداع، ونلقاها ان شاء الله في الشقة الجاية على خير بإذن الله. ودي طبعا بتبقى أصعب حاجة في الشقة، والحاجة اللي بتاخد وقت جامد وبتاخد مجهود وبتاخد صنعة. الصنعة فيها عامل أساسي جدا في شغل النجارة بالذات. فالحمد لله احنا كده خلاص انفضينا منها، شيلنا الجرايب بتاعتنا، بعد كده بقى نخش على الجدار. اه ليه؟ يا عم علي بالنسبه للذهب اللي انت بتتكلم عليه عشان الناس تفكر مش بوهي يا ذهب. اه ذهب يا جماعه شايفين اهو ذهب ذهب ومش بوهي اهو. ايوه دي حتت غصب عني الصبغه دي مش حروقه دي. لا ليه بقى؟ لان انا كنت اقص الباب كلها جنب بعضها وانا بخاوي اللون عشان تتخاوى. هات حاجه اقف عليها، هات حاجه اقف عليها. مش هتنج بتقطر. ايوه من البوهيه اللي عليها. شايفين الجرنان بيعمل ازاي؟ بيقطم زي الخشب. ايوه طبعا ده كله يا جماعه لو كان على الحيطه كانت اتدمرت، كانت شكرا كده. ودي طبعا دعوه لكل اخواتنا الصناعيه ان هم ما يشتغلوش الا كده. اشتغل كويس ونظف شغلك كويس، محدش يجي يتكلم معاك في اي حاجه، ما تبوظش الجدران. في ناس تطلع فوق السطح وتوش، ممكن تبوظ الخرسانه تبوظ الطوب. انا عن نفسي كنت زمان بعمل كده، لكن خلاص بقى انت لازم ترفع من مستواك ولازم ترفع من قدرتك في الشغل. الله ينور يا عم علي. امسح بقى اللي فوق ده، شايفين ده هوا يا جماعه عشان ما حدش يقول في بوهيه طالعه فوق. وطبعا انا لو كده كان ممكن اجيب لحد فوق في السقف، بس ده كله هب وبيطلع معانا، هو بينزل بعفره مش بوهيه. الجزء اللي فيه البوهيه اللي احنا شلناه ده كله، اما الجزء اللي فوق ده ساعه ما نمشي عليه بصنفره خلاص زي الفل. الحيطه اهيت الحمد لله مكان اللزق، مفيش ولا حتى حبايه طالعه في اللزق. طبعا اللزق التاني اللي احنا كنا شايلينه انتوا شفتوا كان بيطلع ازاي. تمام دي كلها بقى حتت ممكن تكون جايه من ورا حتت جرانه اتقطعت، بس ماهيش عاليه عادي مفيش منها اي مشكله، ذهب وبسيط. بتكون حتت جرانه اتقطعت ولا حاجه فبتيجي ايه من ورا. التأسيس يا جماعه زي ما احنا قلنا 4 سكاكين جوتن، الشغل الصنفرة على اللندا. تمام الحمد لله شديدة جدا اهي زي ما انتم شايفين اهي، سمعين الصوت اهي. انا بخربشها بضوافر طبعا، في ناس جسمها بيقشع من الحاجات ديت، بس يعني انا بقول لك الشدية بتاعت الحيطة عاملة ازاي. الحمد لله تدعك فيها زي ما تدعك بإذن الله، بعد كده اغسل فيها بمية، اغسل فيها بخرطوم ولا يهمك منها خالص اهي. شايفين اهي سامعين اهو بضوافر والله العظيم اهي، ولا بتزعلها في اي حاجة. وطبعا الحلوق متغلفة هات الجماعة الله يبارك لهم، الرجالة تعبوا فيها بصراحة. هنا يا جماعة بعد ما الشغل خلص اهو توصيناه. تمام الضرفة دي انها ناشفة صح؟ الضرفة دي يا جماعة ناشفة اهيت بالصلاة على النبي، حتة ازاز شايفين القايم ده ناشف وطن انا حاطط ايدي عليه اهو. شايفين اللمعة ده يا جماعة او الدور دي بويه قوي الضوء، مش بويه فرن عاديه. تمام
او الضيع عن خارجي. دي ابويا خارج يا معلم انت فاهم. انت بتقول لي مجنون بقى؟ والله اللي عايز بقى انا ما بتاخرش عن اي حد بيتصل عليا او بيسالني. تمام يا جماعه. وطبعا ان شاء الله باذن الله هنزل لكم فيديو بالمراحل واحنا بنرش واحنا شغالين وكده. وخير يا معلم. عينيا عينيا حبيبي. طبعا ده يا جماعه الشيش بتاعنا اهوت. هو نشف دلوقتي جفاف سطحي. في حاجه اسمها جفاف سطحي وفي حاجه اسمها جفاف كلي. جفاف السطحي اللي هو بعد حوالي تلت ساعه تحط ايدك كده ما تعلمش، لكن لو حطيت ايدك كده هتعلم. انما جفاف سطحي البويه السطح بتاعها نشف من بره. تمام. معلم محمود طبعا هو غير بقى وخلاص كده بقى مستعجلنا، بس هو راجل تعب يا جماعه النهارده وتعب معانا كل يوم يعني مش النهارده بس. وان شاء الله يا جماعه تستنونا في الشغل الجاي باذن الله. نعيشنا نخلينا عمر ومكملين معاكم. الحلو برضو يا جماعه ان شاء الله برضو ايه دوكو فورم. تمام طبعا كلها وش.